الكابتن رضا عبد العال. سلام عليكم كابتن رضا. حبيبي يا عماد، ازيك؟ حبيبي كابتن رضا، منور الدنيا ووحشنا يا كابتن. ربنا يبارك لك. سلمنا على شيكا. شيكا ولا سيكا؟ حبيبي يا كابتن رضا، شيكا ربنا كابتن يبارك لك. رضا، حبيبي شيكا، يا كابتن، ربنا يبارك لك. حبيبي كابتن رضا، حبيبي كابتن رضا. طبعا كابتن رضا نجم النادي الزمالك والنادي الاهلي ومنتخب مصر. قبل ما نتكلم مع حضرتك على موضوع بلدية المحلة والممتاز به، شايف حظوظ النادي الاهلي والزمالك في البطوله الافريقيه كابتن رضا؟ بص يا حماد، اتفضل. هو الموقف طبعا مش صعب قوي ومش سهل قوي. الزمالك يكسب النهارده، اول هام يبقى رد الاعتبار، تمام. تاني هام ان هو وصل، بغض النظر بقى اول او تاني، المهم ان هو وصل. بس الاهم ان هو يرد اعتباره قدام الفرقه دي، لان ممكن يقابلها في النهائي تاني، في نهائي البطوله. صحيح صحيح، فعشان يقابلها في النهائي ما يبقاش الفرقة كعبية عالي عليه، فلازم النهاردة ياخد المباراة مباراة بقرية، مباراة رد الاعتبار، عشان لو قابلها إن شاء الله في النهائي يبقى بالنسبة للجماهير وبالنسبة له الموضوع عادي. هو خسر ماتش وكسب ماتش، والمهم إن هي دلوقتي 50-50 تمام. المنافسة. يعني طيب النادي كابتن، الأهلي ايوه لو الاهلي، كسب تمام. النجم إن شاء الله، يعني ونتمنى ان شاء الله النادي الاهلي ونادي الزمالك هم اللي يلعبوا نهائي. فلو كسب النجم هترجع تاني لعبه الكراسي الموسيقيه، لان طبعا النجم عنده في الاخر ماتش سهل على ملعبه، بعد كده الماتش الاخير الاهلي والهلال في الهلال، وهيبقى ماتش طبعا صعب جدا، مش عشان حاجه، هو اتضاعف عشان الاحداث الاخيره اللي حصلت. صحيح صحيح صحيح. بس كابتن رضا، ايه رأيك؟ واحنا متعودين ان الكابتن رضا صريح جدا، وفعلا احنا بنعشق الكابتن رضا عبد العال في تصريحاته. ايه رأيك في المدير الفني النادي الاهلي والمدير الفني نادي الزمالك؟ لغاية دلوقتي فايلر ماشي كويس قوي، بس الحكم عليه بعد الماتشين اللي جايين في افريقيا ان هو هيبقى مدرب زي ما هو ماشي في الدوري المصري، ولا وجهة نظرنا هتبدأ تختلف عليه من خلال رؤيتنا الماتشين اللي هم بتاع النجم والهلال. اعتقد ان كل جماهير النادي الاهلي وكل جماهير مصر مستنية المباراتين دولت عشان يشوفوا امكانياته بقى بجد. هل ان الراجل ده قوي جدا زي ما هو ماشي في الدوري المصري، ولا ما فيش فرق في الدوري المصري فعشان كده هو ماشي ولعيبه الاهلي فايقه، ولا ان هي ماشيه معاه بالصدفه، ولا ان هو فعلا مدرب محترم وان هو عارف هو بيعمل ايه، وعدى بالنادي الاهلي من دوري المجموعات ده للادوار اللي بعد كده، وبعد كده هيبقى راينا فيه بكل صراحه ووضوح ان الراجل كويس افريقيا ومحليا، ولا ان هو هنا عشان ما فيش فرقه فماشي كويس، وهنا اول ما اصطدم ما كانش كويس، عشان كده احنا لسه هنصبر عليه الماتشين اللي جايين دول يا حمام. نصبر عليه كابتن رضا. اما بالنسبه لمدرب نادي الزمالك، انا ايوه شايف ان هو ما بيعملش حاجه، وكل الشغل ده سامي الشني هو اللي عامله، وانا برجع وبقول للمستشار من خلالك وفر فلوسك ومسك الشيشيني، والعجله ماشيه واللعيبه بدات تحب بعض وبداوا ياخدوا مستحقاتها، فالدنيا بتتلم، وفر فلوس الراجل ده وادي فرصه للشيشيني يبقى كادر من ضمن الكوادر اللي هي موجوده على الساحه او المدربين افهم من الزملكاويه كده اللي كابتن رضا ان الكابتن رضا عبد العال غير مقتنع بالمدير الفني نادي الزمالك؟ بالراحه كده يا محمد. بص، مع الراجل فشل في النادي الاهلي صحيح. السنه اللي فاتت، كان هيضيع منه الدوري او ضيعه، وبعد كده طلعه من البطوله العربيه، وبعد كده طلعه من البطوله الافريقيه. يبقى انا يعني انا كنادي الزمالك على انهي اساس بجيبه؟ هو انا جايبه سد خانه، ولا جايبه عشان استفاد منه؟ ما طالما ان هو لو مكسر الدنيا كان مع النادي الاهلي هتجيبه، هقول لك اه ماشي، زي ما جابه قبل كده هولمان لما جه كان كسر الدنيا في النادي الاهلي وجابه نادي الزمالك في من حوالي 10 سنين بعديها بشويه. ماشي، ده كان محقق نتائج وخد بطولات وخد وخد، انما ده ما خدش مع النادي الاهلي. ده لما جه من اول ما شفناه لما كان مع وادي دجله، الحسنه الوحيده ان قعدهم في الدوري. طب النادي الاهلي مختلف ونادي الزمالك دولت بيلعبوا على بطوله، أندية بطولات بالفعل. طبعا طبعا، انما ده قعد الفرقه، اي حد ممكن يقعد الفرقه. ما عوده قعد المولين قبل كده، وما اعرفش مين قعد
طلائع الجيش ومين، لا يا ابو سموحه السنه اللي فاتت حسام ابراهيم، يعني المهم ان اي حد ممكن يقعد، انما المشكله البطوله، نفس وروح البطوله. طب كابتن رضا عبد العال، شايف طبعا احنا شفنا مع بعض مجموعه مصر تصفيات كاس العالم، التصفيات الافريقيه، مصر والجابون وليبيا وانجولا. شايف الكابتن حسام البدري كان بيقول تصريحات ان المجموعه ليست سهله، شايف الدنيا ماشيه ازاي مع منتخب مصر؟ المجموعة سهلة جدا وما فيهاش نيجيريا عشان نخاف، ما فيهاش الكاميرون عشان نترعب، ما فيهاش الجزائر عشان نولول، ما فيهاش تونس عشان نلطم، ما فيهاش المغرب عشان يخرجونا من هدومنا ولا يقلعونا هدومنا. انت يعني لو خايف يا كابتن حسام روح، اه لو انت خايف انا بقول لك من دلوقتي ما ترعبش الشعب المصري. كابتن حسن شحاته كان بينيم افريقيا من المغرب، بينيمهم. هتقول لي ده جيل وده جيل، لا يا حبيبي، وجيل ما كانش يقدر عليه غير ربنا، لان كان كلهم نجوم، وان يسمعوا كلام الكابتن حسن وده يقعد وده يخرج بره التشكيل وده، دي كانت كارثه لوحديها، ان الراجل قدر يسيطر على الناس دي ويوصلهم للحته ان ياخدوا 3 بطولات ورا بعض، دي تحسب للكابتن حسن مش للجيل. لان احنا شفنا كان ميدو كان عالمي وكان محترف، والراجل ما كانش مقتنع بيه، طلعه حصل صدام قال لك انا مش عايزه وخدنا البطوله. احنا مش عايزين ننسى الحاجات دي يا جدعان، انما انت هتخوفنا من دلوقتي وتقول لي انجولا. طب انا احنا رحنا مره انجولا كان فيها حرب، صحيح يعني ما صحيح مش فاضيين للعب. اسمها ايه التانيه اللي طبعا ليبيا ربنا يكون في عونها. ليبيا الدنيا صعبة شوية مع ليبيا. اه اه التالته اللي هي مين؟ الجابون، الجابون، يعني الجابون ما اسمه ايه ده، راح كان في لعيب ما اعرفش راح هناك ولا كان احترف منهم وما كانش قد كده يعني، فما ترعبناش يعني، وما ما تحطش، اللي كان بيعمل الاستاذ كان بيعمل الحاجات دي كابتن جوهري، هو اللي كان بس بيرعبك عشان ان كان يوقف الدوري المصري شهر عشان تستعد الماتشات دي والكلام ده، طب كابتن انما رضا، دلوقتي كل ده انت عندك لعيبه عالميه. كابتن رضا بدون قطع كلامك، ايه رأيك في المجموعة وهل هنصعد ولا لأ؟ متفائل من حسام البدري، الدنيا ماشية ازاي؟ حبيبي انت لازم تصعد، انت يعني مصر تصعد، لو ما صعدتش على دول يبقى هتعمل كرة ليه وكمل كرة ليه؟ مين في الفرق دي تخوفك؟ قول لي. ما احنا يعني انت قلنا شايف، انجولا كان فيها حرب. حضرتك احنا اللي هنصعد ولا ممكن ما يبقاش في حظ؟ ليه حظ ليه؟ يبقى عندنا محمد صلاح وتقول لي حظ. يبقى عندنا رمضان صبحي وتقول لي حظ. يبقى عندنا لعيبة بملايين الملايين وتيجي تقول لي حظ يا عم محمد. انا بقول لك انت خايف روح، مش قد الموضوع قد ما اعتذار وامشي، انا ما تقعدش بقى كل شويه ترعبنا وتمغص قلبنا. طيب احنا كابتن مش رضا، مجموعه سهله سهله سهله. هو الكابتن حسام البدري مستمر، هندخل التصفيات، لا قدر الله ما صعدناش، ايه الاجراءات اللي ممكن تتم؟ لا ده توجهه لاتحاد الكوره، انا مالي وجهة لا نظرك يعني احنا بالبلدي، الراجل فشل انه يصعد كاس عالم، هيقعد شايف ما يبقاش فيه كمان عقوبات على اللجنة الخموسية ان هم اختاروا الكابتن حسام البدري وكان في ناس ممكن تكون على دراية باللعيبة؟ والله يا محمد انت عايز تحبسنا يا محمد. كابتن رضا احنا متعودين منك ان انت صريح على طول، ما بتخافش من حد. ما انا ما بخافش الا من ربنا، بس انت يعني ما هو مين اللي جاب اللجنه الخماسيه؟ اه يعني ما هو انت اوكي اصلا، ما انا طبعا كل الاحترام والتقدير للاستاذ عمرو الجناني، بس انت جايبه بناء على ايه؟ ما تقوليش جاي ينظم الكوره، في ناس تانية عقليات قد في الكوره، طبعا هو في حته البنوك محدش هيعلى عليه، هو انت مثلا هتيجي تقول لي تعالى اشتغل مدير بنك يا عم محمد، صحيح صحيح يا كابتن صحيح. مش تسيب العيش لخبازه، هي احنا مناصب وخلاص ولا مجاملات وخلاص؟ احنا عايزين نشوف صالح الكره المصريه، الراجل المناسب في المكان المناسب عشان نتقدم عشان نرتقي. انت عايز ترتقي بالكره المصريه، حرام لما نقعد 28 سنه عشان توصل كاس عالم. صحيح يا كابتن، احنا والله نفسنا نبقى في كل دورة طب نكون يعني انت موجودين. مثلا لما فرق 3 فرق زي دولت بيمهدوا لك الطريق عشان انت تقول مصر ها مصر ها في الادوار اللي بعد كده، انت تقول لي هنوصل ولا مش هنوصل؟ وربنا سؤال ده يجيب احباط.
والله يا كابتن انا مش متفائل، انا صريح ومش متفائل، مش محدش يزعل متفائل مني، بإيه؟ مش متفائل ان مصر تصعد لكاس العالم تاني. خلي بالك البرنامج بتاعك هتقفل. كابتن قبل ما لازم اختم أقول لك، أنا مش متفائل. بص يا كابتن عايز اقول لك على حاجه. انا طبعا انت عارف حضرتك من الدنيا كلها بتحبك، واحنا عارفين ان انت كنت في نادي بلديه المحله، كان عندك مباراه اخيره في دمنهور وشفنا حضرتك واقف على الخط. طبعا انت سبت بلديه المحله يا كابتن، بقول لك ايه، ما تقفل الصفحه. مش عايز تتكلم على لا الموضوع لا ده لا تاني. لا خلاص. بص، لا، لو انا موجود كنت هتكلم، انما طالما مش موجود خلاص. ناس محترمه، ناس ربنا يوفقهم والموضوع انتهى. طب كان في ايه يا اللي كابتن، بقى؟ شوف، كان في حوار ليك على الخط كده مع الجمهور، ده كان جمهور دمنهور ولا جمهور مين؟ ما خلاص بقى قلنا اقفل الصفحه يا عم محمد. طيب كابتن ربع راح فين؟ راح فين؟ اه راح في داهيه. راح في داهيه. كابتن ربع قال انت انسان محترم والكل بيحبك، حبيبي ربنا واكرر يخليك. مناشدتي ليك ان ان شاء الله تنورني وتكون ضيف عزيز على قلبي في الكرة في اسبوع. شخلي شغل تاني؟ كابتن انت لا تقدر بمال، انت نجم يا مصر. حبيبي، مش انا في قنوات عاملاني، انا عارف، انا عارف يا كابتن. بس انت عارف ان انا على عيني اجي لك اسكندريه وكفر الدوار، انت عارف، حبيبي يا كابتن، حبيبي انت تنور حبيبي اي وجيت لك مكان. قبل كده، حبيبي بس هي صحيح. المشكله ان انا متقيد بالشروط الجزائيه بس، مش اكتر والله. حبيبي ربنا يوفقك انما كابتن انت رضا. عارف معزتك وغلاوتك انا انت عارف، انا وحد. عارف، انا عارف يا حبيبي، ربنا يوفقك، واحنا ان شاء الله معاك في اي مكان، وبنستمتع بتصريحاتك لان انت قلب الاسد الرجل الجريء. شكرا، شكرا كابتن رضا، شكرا.